الترام هو زوين وعطي واحد الجمال للمنطقه. الترام وسيله النقل كتحتفظ على البيئه مزيانه. الترامواي ديال 16 ملي غادي يكون فيها ديال القطاع ديالو شويه صعيبه للشعب. الترامواي كنشوفوا بان كيهز اسره كامله، سواء تكونت من فرد او ثلاث او اربعه، ممكن توصل حتى 8 او 10 افراد اسريه. انا الترام بالنسبه لي هي وسيله نقل نقيه وكيطلعوا فيها الناس زوينين ونقيين وفيها كليما وداك الشيء، وكنتمنى انهم يوصلوها لكارتيي ديالنا وتكثر. الترام ما نكذبش عليك كان نافعنا، واخا يحبس دابا 16 يوم ما نكذبش عنك، شحال من واحد كل واحد كينوض مع التمرين كيبغي يمشي للخدمه ما كيلقاش خويا بزاف والله. الترام حبس راه والله الا داير لنا واحد المشكل خايب، حنا كنبقاو سهرانين بحال عند دياب، كنبقاو سهرانين بالليل ما كنلقاو فاش نرجعوا. طاكسي حمار كنجيو غالي، الترام كنا كنجيو فيه كنجيو عادي كيوصلنا حتى للدرب. دو جوغ دابا اللي قطعوا لينا الترام في كازا وقع زحام بزاف على الطاكسيات وطوبيسات، وكنتمنى في اقرب وقت يطلقوا لينا الترام. الزحام بزاف في الحافلات وفي الطاكسيات. باللي ما كاينش اليوم راه كنلاحظوا اكتظاظ كبير على مستوى الطاكسيات، وكيف ما كتشوف انت يا دابا. دابا ملي ما خدامش راه كاين ازدحام في وسائل النقل كلهم، لا الطاكسيات كبار ولا الطوبيسات. بالنسبه لهاد 15 يوم اللي غيحبسوا الصراحه غتكون واحد الاشكاليه بالنسبه للناس اللي كيمسهل عليهم المواصلات، غتكون واحد الاشكاليه اللي هي صعيبه. صراحه بيني وبينك نافعنا الترام بالليل، كنسلتو فيه بزاف د الحوايج والله. دابا حرموا علينا والله، ولينا كنمشيو في الطاكسيات الطوبيسات، شو الطريق عمرات والله. الترام كنافعنا في الصراحه.